رسوب إحدى الطالبات بالمرحلة الأولى للابتدائية. يتطور الأمر لإقامة الدعاوى القضائية على والد الطالبة من قبل إدارة إحدى المدارس في محافظة كربلاء. الطالبة ديانا الموسوي في المرحلة الأولى للابتدائية تشكو أمرها إلى الله بعد أن رسبت من قبل إدارة مدرسة الشهيد مسلم الطائي الواقع في حي المعلمين وسط كربلاء. لطيف الخضار عن فوز طويلة دورك أيمن واقف دور ورد لطيف. أني الوالدة أديان ضياء حسين الموسوي اللي هسه انظلمت برسوبها رغم هي لسانها طلق يعني وتعرف كل الحروف والأرقام، وأنا أعرف بأن الصف الأول أهم شيء عندهم يعني يلزم القلم ويعرف الحروف يتهجاها ويعرف شنو يقرأ وشنو يقرأ الأرقام. وصف الثاني عرفه مكمل للصف الأول، فإحنا اشتكينا بداية العام الدراسي بأن قام تطيها رقمين رقمين كل يوم وحرفين حرفين كل يوم، فيعني بنتي ما قامت تسيطر عليه. وهو بالأول ما شفتها دا السيطر على الوضع، رحنا للنقابة اشتكينا على هالوضع والمدرسة مالتهم، فأعتقد هم عرفوا بأن إحنا اشتكينا. فعادت بنتي يعني بنتي تقرأ ما تقرأ هي عندها مو زينة. طيب. أما والدتها فقد قالت أن ابنتها مظلومة وهي تعرف كل شيء لأداء الامتحانات، لكن سبب رسوبها الخلاف بين إدارة المدرسة المذكورة ووالدها لتكون ابنتها ضحية للصراع، مطالبة المختصين في وزارة التربية بالنظر في قضيتها بعد الياس من المسؤولين في كربلاء وعدم إيجاد الحلول لها. أنا خريجة بكالوريوس لغة عربية كربلاء، وعندي بعد على غيرها 2 ولد ودا أدرسهم وكلهم مستوياتهم زينة، يعني مو أنا إنسانة جاهل أو شيء ما أدرسها وأتعب عليها. فكل ما أروح تقول لي والله بنتك ما تعجبني، يا بتقرأ قدامي تقول هاي ما تعجبني. أما خال الطالبة ديان فقد أكد أن عشرات الحالات كحالة ابنة شقيقته بسبب تدخل العداء الشخصي بالهيئات التدريسية، وبعض هذه الهيئات تفتقد المهنية، وأن ما حصل لديان لا يستحق كل هذا العقاب من قبل إدارة المدرسة. المعلمة والمديرة درجة أولى. شو اسم المدرسة؟ الشهيد المسلم الطائي في حي المعلمين كربلاء. طيب ناشدوا الناس. أناشد وزير التربية بأن يشوف أو ينظر بأمر هذه الطالبة، يعني ودي يشوف يتدخل، يعني دي يشوف لسانها طلق وتفتهم وتعرف تحسب، والله حرامات دا تبقى بالأول وزميلاتها بالثاني، لأن أشوفها تعرف كل شيء وأعرف أنا الصف الثاني مكمل للصف الأول. يا عالم يا ناس كنوا تشوفون القضية، يعني المختصين طبعا والمشرفين بالذات، يعني وإحنا يعني اشتكينا على المديرة الشهادة طبعا ما اعطتني اياها، رفضت. يعني رسوب بدون اي شهادة بدون اي شيء. طيب رحت استلم الشهادة تقول لي ما اعطيك الشهادة. يعني كل ما اروح ما تعطينا الشهادة، فرحنا وين للنقابة. اشتكينا وبالتربية هم اشتكينا عليها. هي هم قدمت شكوى علينا، سوتها وحدة بوحدة. وهسه محاكم صارت يعني بيناتنا على والد الطالبة. اي فها من رحت بالدور الثاني تمتحن، تقيها احنا نرسبك نرسبك، على اي اساس؟ وليش تضربها؟ يعني هي جايه تمتحن لو تضربها، والله ليش اشتكيتوا علينا عندي وطلعتوا اسماءنا يم التربيه وسووا علينا مجالس تحقيق؟ هذا مو تدريس. التدريس الطالب من يروح لهنا يكون يفرح، يعني عنده مكان ترفيهي يصير. اريد النجاح لا ارغب الفشل، اريد التفوق لاخدم بلادي، انقذوني فاني مظلومه. كلمات وضعتها ديان امام المسؤولين والراي العام لعلها تلاقي الاستجابه. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.